ماذا يحمل المستقبل للمستقبل؟ ماذا يحضر المستقبل للحوار، للرئاسة الأولى، للحكومة؟ بماذا يطل الرئيس سعد الحريري على الناس في كلام الناس؟ بماذا يعدهم وماذا سيقول لهم؟ أي مبادرات؟ أي خطوات للمستقبل؟ ماذا عن المحكمة الدولية والشهادات السياسية؟ كيف يتم تعزيز إسلام الاعتدال؟ وأين تيار المستقبل لمواجهة التكفيريين؟ ما هي انعكاسات الملف النووي الإيراني على ملفات المنطقة؟ وماذا عن مستقبل سوريا؟ يمكنكم التواصل مع كلام الناس عبر هذا الموقع للإجابة على السؤال التالي. الرئيس سعد الحريري مباشرة على الهواء في كلام الناس مع مرسال غانم، الخميس 9:30 مباشرة على الـ LBCI والـ LDC.